لو الحكاية فيها إن فيتو. كابتن إيهاب، كنت عايز أعرف بالنسبة لفترة التوقف الدوري الحالية ليك، جاب بالسلب أو بالإيجاب على كابتن ريم؟ إيه طبعا، مش علينا وعلى الناس كلها وعلى الدوري كله وعلى اللعيبة كلها. أكيد الناس كلها عايزة الدوري يعني يتلعب، عشان الناس في ناس كتير بتاكل عيش منه، الناس كلها عارفة والحياة تمشي. وأوحش حاجة برضو لعيب الكورة اللي هو يقعد يتمرن كده من غير هدف، لما انا افضل قاعد اتمرن كده ومش عارف انا في ماتش ما فيش ماتش مش عارفين اي حاجه. فاكيد طبعا عايزين الدوري يتلعب وربنا يكرم ان شاء الله. في ثقه ان الدوري يرجع ولا هيكرر نفس السيناريو اللي كان بعد مجزره بورسعيد تاني؟ والله مش عارف، ادينا قاعدين اهو حوالي بقى لنا 3 اسابيع وداخلين في شهر، بس سمعنا خبر كويس من مجلس الوزراء اللي هو هيتلعب يوم تقريبا 22. اتمنى بس يعني يكون حقيقي وما يتوقفش تاني. مش خايفين من قلق يحصل فيتاجل تاني؟ اتمنى زي ما بقول لك اللي هو ما يقفش تاني. بتمنى ان يبقى في قرار خاص بالمجزره استاد الدفاع الجوي قبل السنه في الدوري مره ثانيه؟ اتمنى اللي هي ما تتكررش تاني. طبعا نسيب بقى يعني الحاجات التانية دي بتاعه القضاء بقى، عندنا قضاء وعندنا حاجات هم اللي مسؤولين عنها وهم اللي بيتكلموا فيها ويحكموا فيها. احنا بعيد عن القصه دي وان شاء الله يجيبوا حق الشهداء ويكون الـ يعني غلط يتعاقب يعني. بس فيتو.